بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللي حدث أن تم اختارنا اليوم عن طريق إدارة منظومة الحسانة سالي شفارة بالبدء بإيقاف الإمداد المائي على المسار الشرقي الذي يغذي شرق مدن الواقع على شرق طرابلس من مصراتة إلى جارابولي، وذلك بسبب الوصلات الغير شرعية ووجود تسريبات في عدة أماكن متفرقة على المسار. طبعا هذه التسريبات لها فترة، هي ولكن كانت في السابق كان بالممكن احتمالها إلى حد ما، ولكن كثرة التسريب وكثرة المشاكل دعت المنظومة إلى ضرورة إيقاف الإمداد المائي وإجراء أعمال الصيانة والإصلاحات. وحسب ما أفادني به السيد المهندس فهمي دهان مدير إدارة الإنتاج بالمنظومة، بأن الأعمال الصيانة والإصلاحات هتستغرق في حدود 7 أيام ابتداء من اليوم الأحد إن شاء الله إلى الأحد القادم. طبعا هذه الاعتداءات ويعلم الجميع ونحن سبق أن نبهنا عليها في أكثر من مناسبة وأكثر من مداخلة، بأن هذه الاعتداءات تسبب في مشاكل كبيرة للمنظومة وتسبب في قد نضطر في بعض الأحيان إلى إيقاف الإمداد المائي. عليه نحن نناشد السادة الساسة في البلاد والحكومات إن هي تفعل القانون العقوبات اللي هو قانون رقم 7 لسنة 21 وتجريم أي اعتداء يقع على المنظومة لضمان استمرار الإمداد المائي. نحن نتمنى أن يتم العمل في أسرع وقت ممكن ونتابع الأخبار أول بأول، وسنوفيكم بأي مستجدات خلال الأيام القريبة القادمة. شكرا.